أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Творцом указан путь к дворцам в раю, но я построить дом себе спешу. О чудесах наслышан, что в саду, но я богатство все ж ищу в миру. Про гури дивных сказы на слуху, но я глазами вновь и вновь грешу. Хоть знаю, тяжко грешникам в аду, но все ж смиренно навсу я служу. Средь суеты найти я не могу, тот час, в котором Богу прослужу. Никак в молитвах слезы не пролью. Я душ в жертву Дунье отдаю. Так что же в мире этом я ищу, коль к милости Аллаха не бегу? Так что же в мире вечном обрету? В пустых трудах ведь жизнь свою веду. Не знаю, с чем я в день суда приду, и страшен мне итог, что там найду. Но все ж надежду в сердце я храню, ведь нету равных
в милости Творцу.